السلام عليكم، هلا بكم. ضياء عارف يحييكم. اليوم حلقتنا عن توديع المنتخب العراقي لتصفيات كأس العالم التي خرج منها ايد ورا وايد قدام، لا ابو علي ولا مسحاته. تصفيات بائسة، رغم انه هي الطف تصفيات. تخيل تصفيات 3 هزائم ثقيلة، 6 تعادلات، فوز وحيد، كله مني وعندك امل، واخر مباراة هذه. يعني تخيل، يعني كأس العالم يريدك وانت ما تريده. اخطاء ادارية ساذجة، جربنا 3 مدربين، 60 لاعب، صارت عندنا مشاكل بالارض اللي نلعب عليها، حقوقنا راحت، تاه علينا الخيط والمغزل، ما تعرف راسها من رجليها. خسارتنا اليوم خسارتنا اليوم مخرجنا خارج التصفيات مؤكد، وكان قبل 4-5 مباريات احنا نعرف هذه النتيجة، لكن كنا نعول على رمق امل، بياض وجه، خاتمة حلوة. احنا اليوم حتى لو فزنا ما راح نصعد، بس تعال قل لي، يعني انت خضت هذه المباراة، يعني انتم مقتنعين باللي شفتوه؟ يا جماعة، العراق لعب مباراة المفروض هي مباراة العمر، قلنا لكم لعبوا مباراة العمر يا جماعة. شوطين متوترين، مرتبكين، خلقين، ما تعرف تحسهم. وقفنا وياكم ما فاد، انتقدناكم ما فاد، سكتنا ما فاد. انتوا يعني، بس هو لما ننتقد بقسوة، ننتقد ونسخر ونحكي كل شي نسوي، ما حد يقبل من عندك أبد. يا جماعة قلنا لكم المحترفين هم الحل، كلبتونا بالحارس القديم، عضيتوه معف، تالي ما تالي، يعني هو رمق أمل هج. تحياتنا لك عبد الغني شهد، ما قصرت. أنا متأكد وأعرف كل زين أنت ما راح تقدم أكثر من اللي قدمته. تصفيات كأس آسيا تحت 23 خسرتها مع فيتنام خسرتها، وأنا جد متأكد ما راح أسوي لنا شيء. نعم أنت ما خسرت، بس كان بالإمكان أفضل مما كان. أنت عقدتك مع المحترفين كل إحنا نعرفها، وأول لحظة سمعنا أنه انتصرت مدرب المنتخب العراقي كل إحنا قلنا سلاما على المغتربين. أنا أول واحد سويت فيديو وصورة مصغرة مات السجن وبيها كل المحترفين واحد نعرف انت شنو عقدتك مع المحترفين. انت يونس محمود، عدنان درجال، هذا الكلام لكم واحد يا جماعة، مرحلة انتهت. شكرا لك عبد الغني شهد، ما قصرت. مرحلة انتهت. الرجاء للمرة المليون، تعبنا من الحكي، تعبنا بعد، لا نحلل ولا نجيب لقطات ولا نسوي هذا كلهن، تعبنا، ما حد يسمعك. أنا أعرف إنه هذه التصفيات كانت علة على قلب البعض، وهسه الحمد لله وشكر قال أوف أخيرا خلصنا، وأخيرا راح نخلص من صجة الجمهور وملحتهم، أخيرا راح نبدي نشتغل شوي وعلى كيفنا وبهدوء. كانت فرصة بالنسبة للعراق، فرصة ما تتكرر وما تتعوض، ما استثمرناها بشكل صحيح. السيد عدنان درجال، أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، السيد يونس محمود، مشرف المنتخب العراقي لكرة القدم، الرجاء اتخذوا قرارات شجاعة. اتعدكم انتهى كل شيء، خلص. هذا جيل آخر لم يضف أي شيء للكرة العراقية، بل اتفق الكثير من المحللين على أنه أسوأ جيل مر على الكرة العراقية. أنا شهدت أسوأ من هذا بكثير، يعني شفت أجيال مرت على الكرة أسوأ من هذا اللي شفنا، بس مع ذلك يعتبر هذا الجيل أسوأ جيل مقارنة بالفرص اللي أتيحت لهم بالدعم الجماهيري الكبير، بالدعم المالي، بالعقود المالية. يعني لاعبين مريشين، يعني مو مثل السابق، يعني هالفترة هذه خاصة، هالفترة هذه لاعبين اسم الله عليهم بالعراق، خارج العراق الحمد لله والشكر ما محتاجين شيء. السيد عدنان درجال، الأخوة الأعزاء، اتخذوا قرارات إيجابية شجاعة باتجاه حل المنتخب العراقي. الأول خلاص انتهت، بعد شو عندكم، شو منتظرين؟ أحل المنتخب،
اتخذ قرار بحل المنتخب. انتهت. انتوا كانت عندكم لعبتين قلتوا خلينا نجيب عبد الغني شهد مدرب طوارئ مشينا هذين اللعبتين. احنا قبلها احنا نعرف انه ما عندنا شيء بالتصفيات خلصنا. اتخذوا قرار شجاع بحل المنتخب الان حالا فورا. تحلوا لنا المنتخب هذا، ما نريد نشوف هالوجوه هاي خلاص. تجيبوا لنا مدرب عالمي وتنطوا كافة الصلاح. مدرب عالمي، مدرب عالمي يا جماعة، مدرب يجي يشتغل، مو مدرب يشتغل على التليفون. مدرب يجي للعراق يشوف، يروح لأوروبا، مدرب من طراز ثقيل مثل كيروش يشتغل ليل ونهار، الأوروبا يروح يشوف اللاعبين، يتواصل وياهم، يقعد وياهم، يخلق لك شيء من لا شيء. نريد مدرب مجتهد طموح مبدع، هذا المدرب هو اللي يصنع لنا الفارق. مع تعزيز تجربة المنتخب الأولمبي، تجربة خلنا نقول عليها شبه ناجحة، ما أعطتنا ثمارها لحد الآن، لكن كلش حلوة، جابت لنا الكثير كثير من اللاعبين، تقريبا 4-5 لاعبين الآن هم دعمونا المنتخب الوطني، ما أعطيناهم الفرصة. حل المنتخب العراقي، الأول تسريح اللاعبين، كل من يروح لهله، تجيبونا مدرب جديد تقولوا له يابا سوينا منتخب من المحترفين، أطلقوا عنان المحترفين رجاء حررونا المحترفين. انتوا شنو علتكم وياهم؟ شنو علتكم؟ خلاص المرحلة الجاية مرحلة المحترفين، عندك مارتن، دوسكي، أوراها، كاردو صديق، ريبير حسني، يوسف أمين، زيدان أقبال، إيمار شير، هذول هيك على الذاكرة أنا جاي أكل زين. بالله بشرفكم، انتوا عندكم كنز تحلم بأي دولة بالعالم. عندنا لاعبين يلعبون بايرن ميونخ، بالدوري الإيطالي، بالدوري الألماني، أنا هسه اللي أعرفهم مو أقل من 10 لاعبين، غير المستعمر اللي عندنا هناك، إحنا السويد عراقية، السويد كلها عراقية، عندنا بسويسرا وعندنا بإنجلترا وعندنا بإيطاليا وعندنا بألمانيا وعندنا بالأمريكيتين وعندنا بأستراليا، بكل مكان عراقيين، أشكال أنواع. تعال استنقي مدرب عالمي، يا بتروح تسوي لنا منتخب عماده المحترفين، وبالنسبة للدوري العراقي أعزز الدوري العراقي، أسوي دوري محترف، أمشوا مشروعكم، ما لنا علاقة بكم. كأس آسيا الجاية هي كأس المحترفين، خلاص يا جماعة، أعطوا صفحة، رجاء أعطوا صفحة كافة، ما تعبتوا ما مليتوا، الجمهور ليل نهار يدق على رؤوسكم يريد محترفين، أنتم ما تسمعون. بشرفكم زيدان اقباله قاعده، جستن قاعده، مهند جعاز افضل ظهير يسار عراقي اليوم على الكره الارضيه، اكو واحد يختلف على مهند جعاز قاعد بالاحتياط؟ صدق بالله تحجون تكذبون، انتوا الله من خلق هذا العقل وقال له اذهب، فذهب وقال له اقبل فاقبل، قال له وعزتي وجلالي ما خلقت افضل منك، هذا وين صار؟ كأنتم يعني هذا الكره والحقد والعمل اللي يعمل القلوب يخليكم ما تشوفون لهالدرجة. يا جماعة الخير، عندنا أمل وعندنا محترف. جستن ميران دخل دقيقتين ثلاثة سوال أربع طوال قول أمشي البيلي بالحرس القديم، لا فود ولا زود، شنو اللي سووا إنه حتى يسووا إنه هسه؟ اللي ما فادني بالرفاعة يفيدني بالضيق. يا جماعة الخير، الله يخليكم فكروا عدل، راجعوا حساباتكم، شبيهم المحترفين، هذا قاعد لي يصيح ابناء دجلة والفرات، وهذا يصيح لي ما شاربين من ماي ما اعرف يا دواره، وهذاك اللي يصيح ما تعبوا وما شقوا يعني. ما هذا المنتخب يا جماعة، منتخب العراقيين مو منتخب الأندية، مسيطرين عليه، ما يجي إلا حصة هذا النادي وإلا حصة هذاك النادي وإلا هذا المدرب وإلا هذاك المدرب، وتوسطون 24 ساعة وقاعدين بالقنوات لا شغل ولا عمل، يستجون فرصة تدريب بالمنتخب العراقي. أنا إلى متى نظل هيجي؟ إلى متى نظل بدين فلان وعلان نخوض تجارب حتى نملي جيب هذا وجيب هذاك ونرضي خاطر هذا وخاطر هذاك؟ انتهت وصارت سوالف، مو خلاص هو راح يكتب التاريخ كل شيء، ما راح ينسى أي شيء، وكله موثق بالصورة والصوت. عجزكم، كسلكم، ترددكم، قراراتكم الساذجة، قراراتكم الطارئة الارتجالية المغلوطة بدون تخطيط استراتيجي، الإعلاميين دقوا لمصالحهم وفلوسهم.
عدد من عندهم تعرفوهم كلش زين. الجمهور بصفحة يريد ما حد يسمع له، نصيح ما حد يسمع عنه، مدربين يجيبون ياهم ما أعرف يعني هيجي يا با صخرة، مدرب صخرة، أنت شايف مدرب صخرة يسوي لك شيء يعني؟ مدرب صخرة عونه تعال يا با برق قصدك مشينا هذا اللعب ترى الله يخليك فدوة أروح لك. ادعمونا الأولمبي، عندنا كأس آسيا اللي جاية تحت 23 سنة، ادعمونا المنتخب الأولمبي بالمحترفين، الله يخليكم ادعمونا بالمحترفين، ادعمونا المنتخب بالمحترفين. أمشي عليكم العراق والأئمة والأنبياء ورب العالمين، ادعمونا المحترفين بالمنتخب الأولمبي، عوفوهم ولا تبعدوهم ولا سولهم مشاكل، عوفوهم ياخذون مكانهم يا جماعة، يا جماعة كملوا لنا أوراقهم، خلوهم خلونا نشوف الخير. عندنا جيل عراقي نعمة الله، بس ما تعرف هذا الله ما موفقنا، والله العظيم الله ما موفقنا، نحس كافي أنا تعبت هذا والله العظيم، طبيت بالتصفيات شعري أسود، هسه شعري هذا أبيض على حاله قسما بالله العظيم. روح ادخلوا الفيديوهات أو البداية التصفيات من الحرقة والقهر والله العظيم، تشوف بعينك ما تقدر تحكي، من تحكي تتأذى، ترجع على قلبك السالفة. نلتقيكم بفشل آخر.